مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن يتكرم بنصيحة لجميع طلبة العلم الحاضرين وغيرهم وممن يسمع هذه الفتوى، وذلك بشأن حفظ ألسنتهم عن العلماء والمشايخ بغيبتهم والقدح فيهم، وماذا يترتب على هذه الأمور؟ لا يجوز هذا، كبيرة من كبائر الذنوب اللي يغتاب. الله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه. فكيف إذا كانت الغيبة للعلماء؟ لأن هذا ينفر الناس عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فلا يجوز هذا العمل، وهذا فيه إثم عظيم. نعم.